وأكد محافظ صلاح الدين أهمية التواصل مع جميع المواطنين والاستماع لمقترحاتهم بشأن المشاريع الخدمية وبما يحقق الفائدة للجميع. واستمع المحافظ خلال استقباله وفدا من أهالي منطقة البعبيد غرب تكريت للمشاكل التي تواجههم، ومنها الأثر السلبي الناجم من بقاء مكان التمر الصحي والمسبب لضرر في الصحة والبيئة جراء استمرار تصاعد مخلفات الحرائق. كما طالبوا معالجة وضع المتجاوزين على أملاك البلدية. وشدد المحافظ على عدم قبول استمرار التجاوز على الأملاك العامة من أي جهة كانت، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ومنع تكرار مثل هذه الحالات. وقد أشاد الوفد بخطط المحافظ الاستراتيجية والتي حققت طفرة نوعية بحركة الإعمار وتطور الخدمي التي تشهدها مختلف مناطق صلاح الدين. ندعمكم بكل ما قوتنا. حقيقة بين الشغل مالك ما شاء الله، وحقيقة كل أطياف صلاح الدين هسه جاي يعني خليتك بمكانة حقيقة قلبية.